8 كمان تمرين هام جدا 160 علامة. سؤال يضم نادي رياضي، يضم نادي رياضي 80 رياضي. خليك معي. يضم نادي رياضي 80 ورياضي 80 سباح و95 لاعب قوى و125 لاعب جمباز. لذلك شوفوا المخطط اللي عملناه بالتجربة. حرف القاف يعني قوى، هني 95 واحد من أصل 300. حرف الجيم يعني جمباز، هن 125 من أصل 300. حرف السين يعني سباح، 80 من أصل 300. هاي الاحتمالات الأساسية. بعد منا بعد شوي رح نعمل بكل لعبة، في ذكور عم يلعبوا اللعبة وفي ناس عم يلعبوا اللعبة، رح نعبي الاحتمالات. تعالوا نكمل المسألة. وين الكتاب ولا جنب؟ حط الكتاب لك بخيل. بخيل. أنا ولا هو؟ تبع ما وجهك. يمارس كل رياضي لعبة واحدة فقط، هذا أحلى شيء بالموضوع، بيسهل الحل كتير. نطلب من ثلاث لاعبين نختارهم عشوائي من الاستبانة. استبانة يعني ورقة يكتبوا عليها شو الرياضة اللي عم يختاروها. احسب احتمال وقوع الحدثين الآتيين. الحدث A، يمارس اللاعبون الثلاثة ألعاب القوى. بدنا ثلاث لاعبين عم يلعبوا قوى من أصل كم لاعب عم يلعب قوى؟ 95. إذا منقول لاحظ توافيق من 95 ثلاثة، المقام من كلياتهم ثلاثة، رح نختار مجموعة جزئية. ليش هون توافق؟ لأن عم نختار مجموعة جزئية من مجموعة منتهية. مجموعة المنتهية 300 والسباحين من نار 95، رح نختار من نار ثلاثة. إذا منقول توافق 95 ثلاثة، هذول السباحين ليكم من 95 بدي أختار ثلاثة على من كلياتهم ثلاثة، بيطلع معنا الجواب. طبعا جواب احنا ما حاسبينه انتو تحسبوه. نجي على بعده بي. وين البي؟ يمارس اللاعبون الثلاثة الرياضة ذاتها، يعني اما الثلاثة سباحين او الثلاثة بيلعبوا جمباز او الثلاثة بيلعبوا قوى. وينها؟ ليك ثلاثة من السباحين، هاي توافق، او شوف الاول جمباز. ثلاثة من الجمباز أو زائد ثلاثة من مين؟ من ألعاب القوى من 95 ثلاثة على من كلياتهم ثلاثة. من 300 ثلاثة سباحين جمباز قوى، بيناتهم شو؟ زائد يعني أو. هذا أول طلب سهل. نجي على الطلب الثاني. نسبة الفتيات الذين يمارسون السباحة 45%. بتروح على الفرق تبع السباحة ليكم، بتكمل المخطط، بتعمل حالتين 45% للبنات، 55. هن ما بيقولوا الذكور، ها هن يا بيقولوا الذكور يا بيقولوا البنات، احنا بنعبي الثانية. 45% البنات معناها 55% الذكور. نكمل المسألة كمان عم يقولوا، كملها مشان نعرف البقية. وألعاب القوى 20% البنات يعني،
والجمباز 65% ليكو 68. ألعاب القوى 20% إناس، ومن بين الجمباز 68% إناس. طب 68% شو بضل الذكور؟ 100%. شيل 68% بضل 32 على 100، 20 على 100، 1 ناقص 20 على 100 80 على 100 بيكون تعبى معنا المخطط. بعد ما تعرف تعمل المخطط انت فينك تحلها بسهولة. نحن عم نعمل مخطط، هي تجربة مركبة فيها مرحلتين، مرحلة اللعبة ثم بنت ولا شيء. تعالوا نشوف شو بدهم. نختار عشوائيا احد الاعضاء، احسب بي واحد احتمال ان يكون فتاة تمارس احدى العاب القوى. ركز على الجملة، فتاة تلعب قوى، بتروح على المسار تبع العاب القوى والفتاة مع بعضهم. اي مسار؟ ليك المسار العاب قوى، بدي من بيناتهم البنات بضربهم ببعضهم، النجداء، الاحداث المؤدية للحدث المطلوب. يلا 95 على 300 جبا احتمالاتهم يعني ضرب 20 على 100، وين الحل؟ ليك كل عرفنا ان جبنا المسار. اذا البي واحد شو مساره؟ قوى انسى، هذا المسار اللي اخترناه، قوى ليك القوى انسى ضربناهم ببعض. اللي بعد قعد بالغرفه الثانيه بين ما نبلش. طلب اللي بعده، احسب بي اثنين احتمال ان يكون فتاة. فتاة حدد لك شيء من الرياضة؟ كلا. لذلك هون في فتاة انثى يعني، وهون في فتاة انثى، وهون في فتاة انثى. تختار كم مسار؟ ثلاث مسارات. اما هذا المسار او يعني زائد هذا المسار او هذا المسار. ليكو هاي اول مسار، هاي ثاني مسار، وهاي ثالث مسار. اذا الطلب الثاني عندك ثلاث مسارات، قاف فتاة او انثى، زائد او جيم انثى، زائد او سين انثى. اذا هذول او بنحط بيناتهم، احنا عم نحل شو نحط؟ زائد. الطلب اللي بعده، وين بعده؟ نختار عشوائيا فتاة من أعضاء النادي، أحسب بي ثلاثة أن تكون لاعب الجمباز. طب علي نختار عشوائيا فتاة، هيدي البي اثنين سموها بي اثنين، هلا حليناها. الفتاة شو؟ بي اثنين، بده بي ثلاثة أنه تكون شو؟ جمباز. عم يسأل عن بي اثنين ولا عن بي ثلاثة؟ عمين عم يسأل؟ عم بي ثلاثة. يا نحن مشان نسهلها شوي رمزنا رموز. اذكر الرموز اللي مرمزينها هون. طبعا انت اذا بدك ترمز رموز بالامتحان بدك تقول له بفرض اي حدث ان يكون كذا، بفرض جي حدث ان يكون كذا. هل بفرض اي، هيدي الاي نحن بنقصد فيها شو بدنا اللعبة؟ جمباز. اخترنا لعبة الجمباز. وبفرض جي، الجي شو مسمينا؟ للفتاة. رمز على كيف فكر رمز. يا ليش هون في شرطي؟ ليش هون في شرطي؟ نختار عشوائيا فتاة، شوفها، نختار عشوائيا فتاة بعدين احسب كذا.
جبرك عليه يعني هون في شرط كان نعملك اذا علمت ان العضو المختار هو فتاه ما احتمال ان تكون تلعب لعبه جمباز اذا هون احتمال شرط اكتب جنبه شرط ليك هو عم يسال عن لعبه الجمباز اذا علمنا انها فتاه نكتب المقام قبل المقام هن الثلاث حالات الفتاه وين الحالات اللي كانوا بالطلب القبل واللي جوابهم 140 على 300 او 14 على 30 هذا من وين جايبينه من طلب القبل البسط واحد حالات المقام فتاة وتلعب جمباز اي مسار فتاة وتلعب جمباز شوف المسار 125 على 300 ضرب 68 على 100 ليك حاطينكم الجواب فورا هذا من وين جاي؟ طبعا الجنب زي بتكون من المسار هذا جمباز بنت اعطونا اياه اعطونا المسار هذا 125 على 300 ضرب 68 على 100 هذا المقام البسط المقام ان كل الحالات ما بيأس عم يشحن؟ ما بيأس طالما موصول ربينا المقام هن الثلاث حالات البسط احدها ليك واحدها ليك هذا البسط هذا البسط هو احد حالات مين؟ المقام بيطلع معنا جواب 85 على 140 شو كان رقم السؤال؟ 8 شو مدته؟ 11 دقيقة 12